هؤلاء عدد من المربين ومنتجي حليب الأبقار ببلدية بني والبان جنوب يسكيكدا، واحدة من بين أهم الأقاليم المنتجة للحليب بالولاية، يشتكون تأخر صرف منحة الدعم التي تخصصها المصالح الفلاحية لمنتجي الحليب. كي دورك عندنا عام قد 2018 من جانفي ما دينا حتى دورو لحد الان. دورك فكي راح نديرو لي منشكيو تقعد زيد تقعد ايامات يروحوا لك شهره كاملين، كيما حنا كاين عند عوام 2015 2000 هذوك رانا ما سلكناش فيهم، وكاينين شهره يعاقبونا فيهم يقول لك راك معاقب، نبعثوا لك في الريقيل ما تيش تسلك تاع ماك لا ريقيل لا والو. يخسر ماء نقعدوا ديما مسوالين نتخبطوا بين مول العلف مول الطبيب. سمحنا في ولادنا، نحينا من كروشنا وكروش ولادنا عندنا ناكلوا البقرات، ما قدرناش حنا كنت قاعد بالتريقه هذه ما تقعد حتى بقره. بيروقراطية كبيرة وعراقيل وتلاعبات أكبر يتعرض لها المربون والمنتجون بفعل صرف منحة الدعم من طرف الملبنات وليس من قبل إدارة المصالح الفلاحية. الدعم ما يديرولناش وسيط، ما يديرولناش انترميير مع الملوزين، ملوزين هذا هو اللي يسلك الصور اللي يدخلوا لعنده يحولهم من البنك للبنك اخر ويستنى منين يمدهم منين يمدهم لنا، ربما يتاجر بهم ربما رايناش. الواقع المزري الذي يعيشه الفاعلون في قطاع شعبة تربية الأبقار وإنتاج الحليب يهدد بتقلص عدد المربين وتسجيل تراجع كبير في هذه الشعبة الفلاحية الهامة بمنطقة بني والبان وغيرها.